الوقفة أمام الكاميرا، كيف تتعامل مع نفس الكاميرا، وكيف ما يكون بينك وبينها أي حاجز، كيف تقدر توصل المعلومة بتبسيط للناس. فبالفعل أحس أني تعلمت الكثير في جانب التقديم، وأيضاً مسألة الإعداد، كيف ترتب المعلومة صح، كيف تجيبها مغلفة بطبقة جداً جميلة من القبول لدى الناس. فهذا الأمر أكيد القناة الثانية لعبت فيه دور جداً مهم. فأنت تخيل على بساطة الوضع بالنسبة لي وقتها، أنه من شخص كان دائماً يتابع القناة الثانية إلى شخص موجود في القناة الثانية، إلى شخص يطلع بمحتوى إلى العالم كله على الإنترنت، والأمر اللي أصلاً ما كان موجود بشكل مكثف بدايات تعاوني مع القناة الثانية. بداية المحتوى على اليوتيوب، يوم كان أرجع بالتاريخ شوي، كنت أبدأ أسوي فيديوهات شخصية وأرفعها على قناة في اليوتيوب، من مسألة أن الفيديوهات هذه اللي لها في البرنامج اللي أنا قدمه في التلفزيون، بعض التجارب اللي ما أقدر أطلعها في تقرير التلفزيون، ولكن بالنسبة لي تسوى أنه أشاركها مع العالم، أصور هذه التجارب وأطلع فيها في القناة حقة اليوتيوب. بعضها كان إنجليزي وبعضها كان عربي. وايضا لما تيجي الاجهزه الجديده كنت دائما استغرب ليش هالاجهزه مراجعاتها تيجي من حول دول العالم بس ما في محتوى عربي كويس يطلع عن هالاجهزه. فبدأت اسوي مراجعات ايضا لهذه الاجهزه، وهذا كله عام 2009 تقريبا. فبدأت اسوي مراجعات مثلا للنوكيا ان 900، جوال خلاص صار في التاريخ الحين، هذا الجهاز سويت فيديو مراجعه عربيه، فيديو مراجعه انجليزيه، واستمرت على هذا النهج. الموضوع كله كان مجرد اثراء محتوى، ما كان فيه انه هذا حتكون لي بزنس، حتكون لي شغله. اصلا اليوتيوب وقتها ما درينا انه في دخل يجي من اليوتيوب من الاعلانات، اللي يمكن عام 2011 2012، ما كان في عام 2009 ذاك القابليه الكبرى. وللتوضيح كنا مصنفين دول عالم ثالث في اليوتيوب على هذيك السنه، وكان فعليا في وعود من نفس المنصه انه لاحقا بنطوركم ونرفعكم لمستوى اكبر كصناع محتوى على اليوتيوب، عشان تصيروا يطلع الدعايات ويطلع الأشياء اللي موجودة في الغرب على هذه المنصة. وسبحان رب العالمين الشغف استمر بغض النظر عن الوعود اللي كانت موجودة.